عودة. فإذن للنقل المباشر من شاطئ جونيا، وهلا رح نكون مع عملية توزيع الجوائز للفائزين بفئة الجيتسكي قبل ما نكون مع الفائزين بفئة الترياتلون. جالا إليك. المركز الثالث من نصيب جوزيف حكيم. المركز الثالث من نصيب توني أنجليل. تفضل لعندك. المركز الثاني لجوزيف حكيم، ورح يسلمه استاذ جوان حباش الكاس. المركز الاول لإلي كنعان، ورح يسلموا الكاس وزير السياحة أفاديس جيدانيان. هيدي السنة الثانية أو الثالثة، الثالثة على التوالي تحرز اللقب، ألف مبروك. أنا بهرب بروح لهون. ومن بعد ما كنا قبل الظهر مع تتويج ابطال برياضه الكارتينج، هلا عم نكون مع تتويج لابطال برياضه الجيتسكي قبل ما نكون اذا الله راد مع تتويج ابطال بلبنان برياضه الترياتلون الخاص يلي عم نتابعه من مدينه جونيا. بطبع بمدينه جونيا اختلف الترياتلون، رح نكون اكثر مركزين على الرياضات يلي ممكن ان نمارسها بهذه المدينه، وخاصه الباراجلايدنج او الباراجلانت يلي بينطلق من غصة وصولا لشاطئ مدينة جونيا، للجيتسكي يلي عم نشوفه دائما على الخليج من اول جنال وصولا يعني من الهوليداي بيتش اذا بدكم لاخر كسروان وصولا للجبال وللبترون، وايضا رياضة الدراجات الهوائية. استاذ افيديس، واذا بدنا نحكي كمان شوي مناطقيا وهالامور كلها سوا، الاتحاد اللبناني للدراجات الهوائية دائما عم بيكون مع 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 الاصدقاء يلي بيمارسوا دائما هذه الرياضه، واللي كان عندهم تأريد كبير بانديه هومنتمن وغيرها من الانديه الارمنيه. اليوم هذه الترند صارت الترند اللبنانيه 100%، بس هل في اويرنس كمان؟ لانه نحن بنعرف انه اليوم اهم سبق باوروبا كلها هو تور دو فرانس، وعندك الجيرو والفولتا، وعندك تور دو كاليفورنيا، وعندك يعني الرياضه الدراجات الهوائيه من اهم الرياضات بالعالم. اليوم بلبنان حوادث الطرقات، هل برأيك عم بتشكل خطر لممارسة رياضة الدراجات الهوائية؟ يعني للأسف يمكن عم نشوفهم الشباب طالعين بالويكندات على المناطق الجبلية، يمكن أهون حوادث السير تصير فوق. بتعرف الصراحة الموضوع هو التالي، بلبنان في ألعاب رياضية شعبية مثل كرة القدم وكرة السلة وبعدين يمكن الفوليبول، لكن الرياضات مثل الدراجات الهوائية ويمكن كرة الطاولة البينج بونج وما إلى ذلك ما عندهم هالأهمية أو ما عندهم هالشعبية، بس لكن في أرقام كبيرة اليوم هذا اللي بدي أقوله، يعني صار في أرقام كبيرة. هلأ عم ينظم بطولة دولية بلبنان، الأبطال اللبنان أبطال لبنان عم بيروحوا عم بيشاركوا ببطولات دولية، وهيدي رياضة بحت بيئية على سياحية إذا بدك، لأنه فعلا بتفرجي على جمال المناطق اللي كمان عم تقام فيها البطولة. في علاقة وثيقة بين السياحة وبين الرياضة، وفي هلأ كنت يعني مؤخراً كمان إلا في منظمة أطلقت، هي منظمة دولية للسياحة والرياضة يلي مفروض يكون مقرها باليونان، واللي رح بيكون لبنان بستيرنج كوميتي فيها، لأنه في تزاوج بين هالنشاطين إذا بدك. ولما بيكون في عندك رياضة ورياضة ناجحة بيكون في عندك ناس عم بيتابعوا هذا الموضوع،
وبتكون بغير طريقه غير مباشره وبيش عدد بالسواح. صح، عم بتروج للبلد يلي انت عم تعمل فيه رياضات. مشان هيك بنشوف الدول عم تتنافس تاخذ بطولات دوليه عم تجري ببلادها، لانه هيدا بيغير من وجه البلد وبيغير من نمط التعاطي معه. بس استاذ فيديس معاليك، اليوم بلبنان هيدي الخطه هي خطه اذا بدك اكثر راح على القطاع الخاص من جمعيه بيروت ماراثون. نعم. حتى عمل الاتحادات يعني عم يشتغلوا بهذا الموضوع هو عمل خاص، بالوقت اللي مثل ما حضرتك عم بتقول الدول عم تشتغل لتجيب بطولات كبرى، وبالتالي بتعرف اهميه السياحه، وبالتالي هل ممكن السياحه الرياضيه تكون ضمن الخطط يلي رح تعتمدها الحكومه بالسنوات المقبله بالتعاون بينك وبين معالي الوزير؟ خليني اقول هيدا عن هيدا التعاون كنت بدي احكي. في تفاهم بين معالي الوزير محمد فنيش وبيني انا على انه الرياضه قادره تكون السند او السند الاساسي للسياحه، وانطلاقا من هون اي مشروع بينعرض علينا كان بالرياضه او كان بالسياحه في اذا بدك نقل للمعلومات لبعضنا وكيفيه التعاون، اطار كيفيه التعاون تنجح هذا الموضوع. واجمالا بالنشاطات الرياضيه انا بكون الى جانب معالي الوزير، وبالسياحة هو داعم أكثر قدر المستطاع، لأنه مثل ما عم بتقول هيدا التكامل بين هالوزارتين قادرة ممكن تقدر أو تبني لأساس للسياحة الرياضية يلي نحن عم نحكي عنها. ما بدي أخفي عنك كمان. ما بدي أخفي عنك لأنه ميزانية هو كميزانية في مشكل، كاستراتيجية للدولة في مشكل فيه، لأنه اليوم هي مبادرات فردية من أفراد، وحتى خليني اقول لك من وزراء بيكونوا هن اخذين عهد على حالهم ينجحوا هيدا القطاع اللي هن فيه. لسوء الحظ نحن بنفتقر لسياسه واستراتيجيه واضحه لامور اساسيه تعتبر بكل دول العالم، وبالنسبه لنا ما بتعتبر اساسيه، يمكن لانه مشاكلنا كثيره. بس على امل انه هالشباب يلي هن كثير متجذرين خاصه بالرياضه قادرين يكونوا عم بيعطونا حافز اضافي تا ننمي هدول القطاعين. طيب اليوم معاليك شو فينا نحكي عن السنة المقبلة؟ خلص الموسم الصيفي خلصنا، ما بقى فينا نشتغل، اللي بده يجي اجا، ما بقى فينا نعمل له بروموشن. هلا عنا الموسم الشتوي، اعياد الميلاد، سكي بالشتوية، سياحة دينية كان دعم اكبر من السفارة الإيطالية، ويمكن ما بعرف اذا الكل بيعرفوا بهذا الموضوع. وبالصيف المقبل شو ممكن ينعمل؟ صديقي الكريم، يمكن اهم موضوع بالموضوع السياحي تجتمعوا كمجلس وزراء، لا؟ يا هذا اهم حملة تسويقية. اذا بدك الترويج السياحي مفروض تكون عملية مستمرة على مدار السنة. صحيح بتروج بمواسم وبتحصد بمواسم اخرى. خليني اقول انه نحن السنه الماضيه ضيعنا، مش ضيعنا بس بالوقت اللي ما كان في حكومه، وبالتالي ما كنا فينا نعمل خطط لانه ما كان حدا عارف اي وزاره راجع شو بده يعمل. بالوقت الحاضر لهالسنه نحن عندنا خطه وعندنا عقد وطرحينه على مجلس وزراء اخذين موافقه و الى ما هنالك. عم نحاول نشتغل عم نجود بالموجود، لكن مش عم ننقطع عن الاسواق الجديده اللي فتحناها. بعدنا على تماس مع هودي الدول وخاصة بأوروبا. عم بيكون في عنا برنامج كامل لاستضافة أكبر عدد ممكن من إعلاميين وصحفيين وتور أوبريترية من هالدول ابتداء من شهر أيلول، لأنه كل العالم اليوم يمكن عم نلاحظ هالشيء بالمجلات والصحافة الفرنسية أكثر. شو يلا نحكي من بعد البريك أكثر؟ الصحافة الفرنسية والدولة الفرنسية قطاع السياحة الفرنسي بناء على العمل يلي قمنا فيه، الاكشن اللي اخذته وزارة السياحة تجاه هذه الدولة، اليوم في عنا اعداد كثير كبيرة منهم. السنة الماضية وصلنا لل 180 الف سائح فرنسي، السنة بنتخطى ال 200 الف. انا بتصور بدنا نكفي جهد على السوق الاوروبي لانه في طيران مباشر بيننا وبينهم وقريبين لنا بمكان ما بيعرفوا او بيتذكروا لبنان هيدا المنتج السياحي اللي كثير مهم. عم نحاول نركز عليه، مش عم نجاهل اي سوق تاني ولا العربي ولا الخليجي، وعم نحاول قدر المستطاع نفتش على اسواق جديده كمان. معاليك رح نتوقف مع بريك قصير وبنرجع منتابع نحن وياك القسم الاخير بنقلنا المباشر.